قول يا باشمهندس، يا ريت بس يا جماعه والنبي اللي عنده سؤال بس يرفع ايده عشان ما نخشش على بعض. فكريم اشرف، قول يا كريم. دكتور، بس هي في السولف اكزامبل اللي هي اول حاجه خالص، انا عايز دخلت فيها ليه؟ انا لسه هنعيشها معاك ودخلت فيها ليه؟ مين قالك تخش فيها؟ انا عايز اسال بس على حته ال ال كان حساب، يعني هو مداني جيفن، يعني انا ليه ما حطيتش في الاعتبار طيب كماتيريال الحاجه اللي دخلت ما بين الجاب وقسمت المسافه، ما حطيتهاش دي عليك، كماتيريال. استأجل بس سؤالك انت بس للصدف بالاكزامبل دي، خليها في لما نوصل لها. حاضر، هجاوبك. تمام. واحده اللي عنده يا جماعه، انتوا دخلتوا على طول على الصدف بالاكزامبل على طول؟ لو حد عايز يسأل في حاجه في السولفد اكزامبل يستنى بس شويه وانا هرجع له تاني. انا بس هبريف كده المحاضره بسرعه، يمكن ارد على ناس فيكم وبعد كده هرجع تاني لاسئلتكم. ملاك، عندك حاجه؟ ملاك، محمد فاروق، او ملك، مش عارف هي مكتوبه ملك. كده. اه ملك. ملك، ماشي يا ملك. اوكي، انا مش فاهمه يا دكتور، لما جينا نجيب الاف في الميكانيكال ما فهمتهاش خالص، مش فاهمه كويس كويس كويس، ماشي. حاضر، اوكي، ما انا هبريف دلوقتي المحاضره تاني، او يعني الحاجه تاني دلوقتي. ماشي، اوكي. يوسف احمد عبد الله، بص حضرتك يا دكتور، هو انا تقريبا من بعد الانرجي كونفرجن بحاجه بسيطه كده، حوارات الرولز بقى واللي بيدخلوا في بعض دول، انا ما فهمتش اي حاجه خالص. برافو عليك، برضه كويس انت عندك نفس المشكله بتاعت مالك، مفيش مشكله خالص ولا يهمك. اكرم. ايوه دكتور، انا كان عندي سؤال بس في الصفحه 10، حضرتك بعد ما كتبت عملت ديفرنشيشن في القانون بتاع الفورس بتاع، ليه فضل في الترم بتاع الدي ال باي دي اكس؟ ماشي ماشي، انتوا كلكم على السكور على الاثنين نفس الحته، عندكم كلكم نفس السؤال في نفس الحته. ماشي ماشي، يعني احنا نرجع لها بالتفصيل. حاضر، اوكي، وساعتها اللي عنده سؤال تاني يبقى يسأل. في كريم اشرف، ولا انت تسأل ولا انت رديت يا كريم؟ لا انا تمام كده خلاص. طيب خلينا سريعا كده نبريف ونرد على اسئلتكم واحده واحده، انا خلاص عرفت كده انتوا ايه، انتوا مزنوقين فين. احنا في الليكتشر دي هي استكمال للمحاضره اللي فاتت، كويس، عشان كده انا بدأت معاكم كده بسولفد اكزامبل تاني بيوريك ازاي تحسب الستورد انرجي الاول في سيستم ابتدت بقى فيه يحصل حركه فيه، ابتديت انا ممكن احرك الجزء اللي سميناه بلانجر ده، ابتديت ان انا اعمل موشن، وبالتالي ابتديت استور انرجي، وبالتالي ابتديت يبقى فيه اكسترنال فورس، قوه خارجيه، وبالتالي ابتدي كده اخش على فكره الانرجي كونفرجن بقى من ميكانيكال لالكتريكال او من الكتريكال لميكانيكال. وخلينا كده ايه تحط كده شويه بس يعني بيزكس في دماغكم، من الكتريكال لميكانيكال يبقى انا كده بعمل حاجه اسمها موتورنج، انا بدي الكتريكال انرجي وباخد ميكانيكال انرجي. من ميكانيكال لالكتريكال انا بعمل حاجه اسمها جنريشن للالكتريكال انرجي، بعمل توليد للطاقه الكهربائيه. خلينا بس التو كونسبت دول يبقوا في دماغكم، بحيث يعني ان شاء الله هيفيدكم بعد كده فاهم حاجات كتيره جدا جدا، سواء في الكورس ده او في الكورس اللي بعده. كان الفكره بس هنا ان احنا بنجيب الاندكتنس يا جماعه كفانكشن في مين؟ كفانكشن في الازاحه او الديسبيسمنت بتاعتنا اللي اسمها اكس. فين اكس دي؟ لو انت كده جيت بصيت هنا تلاقي اكس دي الجزء اللي انا بحركه من البلانجر، بحيث ان انا بزود الاريا بتاعت الهواء، الاير جاب اللي موجوده في الماجنتيك سيركت بتاعتنا. طيب الناس ما سالتش هنا كتير، واضح ان يعني الموضوع ما كانش فيه مشكله، انما معظم الاسئله جايه بتتكلم في موضوع الفورس والدي ميكانيكال والحاجات الجميله دي. اولا مبدئيا كده خليكم عارفين معلومه ان مفيش اثبات للكلام ده، وانا طالبه منكم ده كان مجرد فهم هو القانون جه منين، بدل ما احطه لكم كده. انا شلت من كميه اثباتات لا حصر لها في الجزء ده، ومش بطالبك بيه، انا عايز بس دماغك تبقى فاهمه الكلام ده جه منين. خلاص، فدي رقم واحد للناس اللي هي عندها زعل من الاثبات. لا لا لا، انت كل اللي يهمني منك القانون ده. طيب الناس بقى اللي عايز تفهم، ده حقك وانا حاطه عشان الناس برضو اللي عايزه تفهم وتقتنع. الموضوع جه منين؟ الموضوع جه بمنتهى البساطه ان احنا فرضين في السيستم بتاعنا ده، وكل يا جماعه السيستم اللي تتعلق بالالكتريكال ماشينز، ركز كده ما بين الكلمتين ده انا هقولهم دول، الالكتريكال ماشينز، كويس؟ لان في ماشينز مش الكتريكال. خلاص، الالكتريكال ماشينز احنا بنفترض ان الالكتريكال هي الانبوت بتاعنا. طب انت مشغله موتور او جنريتور، دي حاجه تانية خالص. خلاص، فاحنا بنفترض باي ديفولت كده ان الالكتريكال هو الايه، هو الانبوت بتاعنا. فبيقول لك ان الالكتريكال انرجي لو خدت منها حته صغيره جدا، عشان كده حطيت الديفرنشال بارت ده او الدي او الدلتا، ممكن ان انا احطها، كويس،
الالكتريكال دي في جزء منها هيتحول ميكانيكال وجزء منها هيبقى يستخدم كستورد انرجي في الماجنتيك فيلد اللي موجود. كويس كده؟ دي الايكويشن اوف انرجي بالانس. يعني انا بدخل طاقه باخدها في صوره ثانيه، صوره ميكانيكال خلاص، بس ما بتبقاش 100%، بتبقى جزء منها ميكانيكال وجزء منها بيبقى لوسز، مش هنقول كلمه لوسز بمعنى كده، بتبقى ستورد انرجي في الماجنتيك فيلد. طب ايه اللي حصل؟ كل اللي احنا عملناه ان احنا حاولنا نجيب الفورس بتاعتنا او التورك بتاعتنا بدلاله الاندكتنس، فقعد نلعب شويه العاب رياضيه كده. تعالوا نروح للحاجه السهله، الميكانيكال. الميكانيكال تيرم دون ده اسهل حاجه فيهم، احنا واخدينه من ايام يمكن الفيزياء بتاعت ثانويه عامه ولا الفيزياء بتاعت الهاي سكول بتاعتك وات ايفر انت الباك جراوند ايه، ان هي بتساوي الفورس في الديسبيسمنت. فاحنا عندنا دي ميكانيكال انرجي بتساوي الاف اللي هي الفورس بتاعتنا، تمام، اللي ناتجه عن وجود المجال المغناطيسي، وهي دي الفكره اللي احنا بنتكلم فيها في الازاحه دي اكس. احنا فرضين ان الحركه بتاعتنا حركه خطيه لينير، فالديسبيسمنت بتاعنا اسمه دي اكس. مفيش حاجه في بعد كده الديفرنشال انرجي، الانرجي الالكتريكال باور بتاعتنا او الالكتريكال انرجي بتاعتنا، قالك دي بتساوي ايه بقى؟ بتساوي الكرنت بتاعنا في حاجه اسمها دي لامدا. اللامدا دي هي الفلكس لينكج، وساب الستورد انرجي بتاعتنا زي ما هي اللي موجوده في الماجنتيك فيلد، سابها زي ما هي سماها دي دبليو. وبعدين كل اللي احنا عملناه، معظم الناس اللي بتسال انت عملت ايه، انا كل هو عمله خد الترم بتاع الالكتريكال سابه زي ما هو ونقل الترم ده خده وداه الناحيه الثانيه خلاص. سوري اسف، ساب الترم بتاع الفيلد ده زي ما هو، وخدنا الترم ده بتاع الميكانيكال وديناه الناحيه الثانيه وكتبنا الايكويشن بصيغه ثانيه. فالايكويشن لما جينا عوضنا عنها بصيغه ثانيه طلعت بالشكل ده. ايه الشكل ده؟ ان التفاضل بتاع الستورد انرجي بالنسبه للتايم، عملت ديفرنشيشن للطرفين بالنسبه للتايم كمان، بيساوي ايه؟ بيساوي الباور اللي هي الفولتج في الكرنت او الانديوس دي ام اف في الكرنت، مضروبه في مين؟ مضروبه في الفورس في دي اكس باي دي تي. تمام كده؟ بعد كده قعدت ترتيب الايكويشن دي او كتبت الايكويشن دي بمعلومه بتاع قانون فاراداي. قانون فاراداي ده كان بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الانديوس دي ام اف بتساوي التفاضل دي لامدا باي دي تي، اللي هو كان زمان يقول لك بتساوي الان. تمام، بيقول لك كان زمان كده بيقول لك بتساوي الان، للاسف القلم بتاعي مش متوصل، ان في دي فاي باي دي تي. هو ده بالظبط دي لامدا باي دي تي. فقعدنا تاني كتبت الايكويشن خلاص، وطلعنا عملنا ضربنا في دي تي في الطرفين كلهم ومش عارف ايه والكلام ده، وبعدين استخدمنا الرياضه. في واحد كان زميلنا بيسالنا بيقول لي انت الفورس وليه هي فانكشن في الاكس وفانكشن في اللامدا والكلام ده. اه طبعا انا عندي السيستم بتاعي فارض فيه ان انا في عندي حركه. طب مع الحركه الاكس دي سواء كانت حركه لينير او مش حركه لينير هتغير لي في الاندكتنس بتاع الدايره، وانت عارف ان اللامدا فانكشن في الاندكتنس. فاذا انا عندي دلوقتي تو فيريبلز عندي ظهروا لي، الديسبيسمنت اكس واللامدا كمان عندي هي كمان فيريبل معايا. فبالتالي اضطريت اعمل واستخدم العلاقه الرياضيه دي اللي احنا جبناها من الكالكولس، وكتبنا اكسبريشن بالمقارنه او عملنا اكسبريشن بالمقارنه للتو ايكويشنز بتوعنا، الايكويشن اللي احنا طلعناها من هنا دي الايكويشن دي خلاص مع الايكويشن دي. فين راحت؟ فين راحت؟ فين؟ اللي هي فيها الترم ده. فطلع لك ايه؟ فطلع لك لما تيجي تقارن التو ايكويشنز دول ببعض هيطلع لك ان انت الفورس اللي عندك الجنريتد بتاعتك هتبقى بتساوي هاف اي سكويرد دي ال باي دي اكس، او لو انت عايز تجيبها بشكل تاني بدلاله اللامدا بتاعتك تقول النيجاتيف بتاع الديفرنشال او الديفرنشيشن بتاع لامدا سكوير على ال. بس زي ما احنا قلنا ان لامدا فيريبل معانا والال فيريبل معانا، بس هنا فارض ان اللامدا عندك كونستنت، فقال لك بدل ما انت تعمل الكلام ده انت استخدم الايكويشن اللي فيها اللامدا بتساوي الاندكتنس ال في الكرنت اي خلاص، وعوض فيها
خلاص وحول الايكويشن بتاعتك لفانكشن في ال بس، والال هتبقى فانكشن في الاكس، فيبقى انت يا دوبك بتعمل تفاضل بس ديفرنشيشن عادي طبيعي بتاع الاندكتنس بالنسبه للديسبيسمنت اكس. نفس الكلام رحنا عملناه في الحركه لما تبقى روتيشنال، قال لك برضو نفس الفكره بنفس الكونسبت بالظبط، بس هتخلي الاندكتنس بتاعتك فانكشن بدل ما هي في اكس هتبقى في ثيتا او في الروتيشنال موشن، ما بنستخدمش الاكس بنستخدم الزاويه ثيتا بتاعتنا. كبرنا السيستم بتاعنا شويه ودخلنا في المالتي اكسايتد سيستم بنفس الفكره. لو انا عندي تو كويلز، فالتو كويلز معناها ان انا عندي سيلف وميوتشوال اندكتنس لكل كويل، فبالنسبه للكويل الاولاني كما لو كنت الكويل الاولاني لوحده والكويل الثاني لوحده. حاضر هسمعك دلوقتي، هكمل بس الحته دي هسمعك تمام. وبعد كده الترم اللي بيطلع نتيجه الميوتشوال اندكتنس، هم كل القوانين اللي متبروزين عندك دول اللي يهموني. اللي عنده بقى مشكله في الاثبات ده نبقى ناخده واحده واحده كده. قول بقى يعني اللي عندهم مشكله في الاثباتات او اللي عايز يعرف الاثبات ايه، اللي مش فاهمه في الاثبات ايه يقول. بص يا دكتور انا فهمت لحد ما حضرتك وصلت اللي هو الديفرنشال ايكويشن. انت اكرم ولا مين اللي بيتكلم ده؟ يوسف. انا يوسف. اللي هي صفحه كام؟ 10. لا نطلع كمان فوق شوية. تمام. اللي هي في علاقة الاكس. ايوه هي دي. من هنا بقى لحد تحت انا ما ترجمتش بصراحة. ما ترجمتش ايه؟ هي الفكرة كلها ان احنا بس بن بن يعني بن بنعوض وبعدين بنرجع نقارن ايكويشن بالتانية ومش اكتر وخلاص. يعني انت قول لي مثلا السطر ده انا مش فاهم، هو انت عملت ليه كده؟ هو انا بصراحة مش فاهم. انت مش فاهم في الصفحة دي اصلا. هو انا كمان يا دكتور مش فاهم من اول ما الايكويشن اللي هي الثالثه في الصفحه، اللي هي في الصفحه اللي احنا فيها دلوقتي، اللي هي دي دبليو اف ال دي اللي هي من اول دي كده، من اول ما انا عملها شاور ده ده كده من اول الايكويشن دي. يعتبر. بس انا بس مش قادر افهم انتوا مش فاهمين ايه. يعني هل هناخد واحده 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 اللي انا ببروزه ده، هل الريليشن دي مش فاهمينها؟ اصل الريليشن دي جايه من الكالكولس او جايه من الرياضه اللي انتم المفروض درستوها قبل كده. هل هي دي مش مفهومه؟ دي اللي مش مفهومه؟ لا دي مفهومه انا فاهمها. طيب بس هو الايكويشن ده طب انا واحده واحده ادي دي ايكويشن. الثانيه بتقول دلوقتي ان انا هاخد الايكويشن اللي انا مبروزها دي وهطبقها على فيريبل جديد بدل ما هو اسمه اف انا سميته دبليو. فيها مشكله؟ لا. حلو قوي. اشيل بقى البرواز، معلش عشان انا هحتاج البرواز ده تاني. اشيل ده ماشي، وخلينا في الايكويشن اللي متبروزه دي. تمام. بيقول لك ايه؟ بيقول لك بس شايف الايكويشن دي، اطلع كده قارنها بالايكويشن اللي انا حاطط عليها الدايره دي هبروزها هي كمان. فيها مشكله التو ايكويشنز دول؟ فيها مشكله؟ دي اعاده كتابه بصيغه رياضيه. تمام. فيه مشكله؟ مش دي دي دبليو فيلد ودي دي دبليو فيلد؟ لما الشمال يساوي الشمال، اذا اللي على اليمين الرايت هاند سايد هيساوي الرايت هاند سايد، صح؟ يبقى بالمثل برضو اي حاجه هنا مضروبه في دي لامدا هتساوي اي حاجه هنا مضروبه في دي لامدا، صح؟ ماشي. واي حاجة مضروبة في دي اكس هنا هتبقى بتساوي اي حاجة هنا مضروبة في دي اكس برضو، هنا في دي اكس ناقصة بس. تمام؟ فبالتالي الترم ده اللي هو هنسميه اف فيلد او الفورس بتاعتنا هتساوي بس في اشارة ماينس، تمام؟ الديفرنشيشن او البارشال ديفرنشيشن بتاع دي او البارشال ديفرنشيشن بتاع الفيلد الستورد انرجي اللي موجودة في الفيلد. فيها مشكلة دي؟ لا. تمام. تمام يا يوسف؟ تمام يا دكتور. فيها مشكلة؟ احنا قارنا تو ايكويشنز وبنقول الليفت هاند سايد بيساوي الليفت هاند سايد، يبقى الرايت بيساوي الرايت. اللي جنب اللمدا لازم يساوي اللي جنب اللمدا، اللي جنب الاكس لازم يساوي جنب الاكس. فطلع لنا احنا كل اللي احنا عمالين ندور عليه ان احنا ازاي نجيب الفورس او التورك بتاعتنا، فطلعنا ان الفورس بتاعتنا بتساوي ماينس، تمام، البارشال differentiation بتاع مين؟ الستورج انرجي اللي هي W فيلد. فيها مشكله دي؟ لا. تمام يا دكتور. تالي كده واضحه جدا، شويه رياضه بس احنا بنحاول ان احنا ايه يعني نبسط الموضوع شويه. خلاص
بعد ما انت وصلت للايكويشن اللي متبروزه دي، تمام، اللي هي اهي دي كده اللي هي فيها دلوقتي 2 برواز دي، ايه اللي حصل؟ مسكت انا ال W فيلد ده خلاص وقلت والله هرجع اكتبه تاني بدلاله الايكويشنز اللي احنا جبناها قبل كده اللي هي ايه؟ هاف اي سكويرد صح؟ في ال صح؟ او ممكن اكتبها بدلاله اللامدا، واللامدا بتاعتي بتساوي الاندكتنس ال في الكرنت اي. خلاص؟ طب ما تيجي نكتب الايكويشن تاني بشكل تاني، فالستورد انرجي هكتبها بالشكل ده تمام؟ والفورس عندي انا لسه كاتبها ماينس البارشال ديفرنشيشن بتاع الستورد انرجي، فكل اللي احنا هنعمله ان احنا بس هنمسك الايكويشن دي اللي احنا لسه كاتبينها من شويه، وهنعوض هنشيل كلمه دبليو فيلد دي وهنحط مكانها هاف في لامدا سكويرد على ال، فيش مشكله صح كده؟ طب احنا فرضين هنا ان اللامدا عندنا كونستنت، وبالتالي الجزء الوحيد اللي ممكن يتفاضل في الايكويشن دي هو ال ال، وال ال هنا عندي اصلا فانكشن في الاكس، فبالتالي الفورس بشكل مباشر عندي هتطلع بتساوي ايه؟ هاف اي سكويرد دي ال باي دي اكس. وضحت ولا لسه فيها مشاكل؟ يبقى لو التريكة الوحيدة اللي في الموضوع بس ان انت تفهم، ودي يمكن انا حاولت اشرحها على قد ما قدرت يعني في الفيديو، ان الليفت هاند سايد بيساوي الليفت هاند سايد، وبالتالي يبقى الرايت بيساوي الرايت، وبالتالي اي ترم جنب اللامدا هيبقى لازم يساوي بعض. يبقى انا اي مثلا بتساوي بارشال الفيلد بالنسبة لللامدا، وهنا اللي جنب الاكس ممكن تكون الدي اكس بس ناقصة من هنا، ممكن دي تزودوها انتوا بعد اذنكم، بس ممكن تكون دي غلطه في الكتابه، الاكس بس هي دي اللي ممكن تكون ناقصه، عشان كده ممكن يكون في كل مشي بتركيز ما فهمهاش بسرعه. انما الفكره كلها ان الفيلد الفورس اللي هتبقى موجوده بسبب الفيلد هتساوي البارشال ديفرنشيشن بتاع الستورد انرجي بالنسبه للاكس، تمام. كل اللي احنا عملناه بعد كده ان احنا رجعنا كتبنا تاني الايكويشن بتاعت الستورد انرجي بس بدلاله اللامدا، عملنا التفاضل بتاعنا، وبعدين رجعنا احنا مرجعين تاني اللامدا بدلاله الاندكتنس وبدلاله الكرنت، فطلع لي ان الفورس في الاخر هتساوي هاف في اي سكويرد تمام في دي ال باي دي اكس. بس كده. في حد تاني عنده اعتراض على او يعني عنده مشكله في فهم الايكويشنز دي جت منين؟ دكتور هو انا فهمت ان احنا عملنا ديفرنشيشن، انا بس في القانون اخر حاجه دي سنة بس يا جماعه اتفاق ديكو بس عشان بس ما تخشوش غلط. اتفضل اتفضل. في القانون اللي حضرتك مبروزه بالاحمر بتاع الفورس اللي في الاخر خالص ده، بس احنا عملنا ديفرنشيشن ليه لسه في الترم بتاع دي ال باي دي اكس؟ انت عملت ديفرنشيشن، فالديفرنشيشن لازم في حاجه هتتفاضل. ما انا فضلت اوريدي صح. انت دلوقتي بص كده على الترم ده اللي انا مشاور عليه بايدي ده بالماوس دلوقتي، انت عندك الفورس بتساوي ماينس بارشال نص لامدا سكويرد على ال، تمام، فرضا ان اللامدا يعني بشرط ان اللامدا ساعتها تكون كونستنت صح. فانت عملت ايه؟ انت عملت تفاضل او عملت بارشال ديفرنشيشن لواحد على ال اكس، ال اوف اكس طبعا يعني واحد على ال. فلما بتيجي تعمل بارشال ديفرنشيشن بالنسبه لحاجه فانكشن في اكس بس، كما لو كنت عملت لها تفاضل عادي، كما لو كنت عملت لها الديفرنشيشن العادي تمام. فايه اللي حصل؟ انت لما تيجي تفاضل واحد على اكس بتقول ايه؟ بتساوي التفاضل بتاع واحد على اكس ماينس واحد على اكس سكويرد صح، وبعمل التفاضل للاكس نفسها صح. انا هنا عملت نفس الكلام، ال ال دي هتنزل هنا بواحد على ال سكويرد مضروب في التفاضل بتاع ال ال بالنسبه لمين؟ بالنسبه لدي اكس. البيزكس بتاعت الديفرنشيشن يا جماعه. تمام يا دكتور فهمتها. فهمني بص ال دي اعتبرها الجي او الواي اللي انت كنت بتاخدها في الرياضه، يعني اللي كان بيدوها لك يقول لك مثلا سمها لك جي او واي او اف، اي حاجه منهم ايا كان هي اسمها ال عندنا احنا يعني. فهمني؟ فكنت بمسك الترم نفسه الفانكشن نفسها اعمل لها تفاضل اعتبرها كما لو كانت اكس في الاول، تبقى واحد على الفانكشن سكوير صح؟ طبعا الاشاره الماينس موجوده تمام، وبعدين ارجع اقول ايه؟ هعمل بقى تفاضل للي جواها للفانكشن نفسها. طب الفانكشن اسمها ايه؟ اسمها ال، فبقت بالنسبه لنا دي ال باي دي اكس. اوكي تمام يا دكتور شكرا. ماشي. في سيف احمد عبد الرؤوف عنده سؤال برضو. ايوه يا دكتور،
بس انا سؤالي بس مش هنا خالص في السولفد اكزامبل اللي في الاول خالص. ماشي ده مهم برضو، ده مهم. في الصوره اللي على اليمين بتاعه السايد فيو دي، ليه فرضت ان الفلوكس ماشيه في الحته اللي فيها بس البلانجر مش الهواء؟ سؤال جميل جدا اللي انت بتقوله ده. بص احنا دلوقتي مين قال لك ان احنا فرضنا ان الفلوكس ماشي في البلانجر بس مش في الهواء؟ ده احنا الفلوكس عندنا ماشي تمام في البلانجر وماشي في الهواء تمام، بس اغلبيه، شوف كلمه الفكره، الكلمه اللي انا بقولها دي، اغلبيه الفلكس ماشي فين؟ ماشي جوه الماجنتيك كور، جوه الحديد نفسه، جوه الماده الموصله للفلكس. فهو هنا بيحاول يفهمك، يقول لك ايه هنا؟ هنا هو بيحاول يفهمك ان الفلكس بتاعي الغالبيه العظمى بتاعته هتمشي جوه فين؟ جوه المسار اللي فيه حديد اكتر، تمام؟ فالمسار ده اجباري هيمشي، انا هعمل زوم كده للحته دي، المسار ده اجباري هيمشي جوه حته الاير الصغيره دي وجوه حته الاير الصغيره اللي من تحت دي. تقول لي طب هو ما فيش هنا على الشمال ده حاجه؟ هقول لك هو فيه بس مهمل جدا 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 جدا. تمام؟ هو فيه بس قليل جدا 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 جدا، لدرجه ان انا بعمل اجنورنج خالص للريلاكتنس بتاعه الاير جاب الكبيره دي، وبهتم بس بالصغيرين اللي انا مبروزهم بالاحمر دول. تمام؟ لان غالبيه الفلكس بتاعي عايز يمشي جوه الكور، الفلكس نفسه يمشي في حاجه حديد، مش عايز يمشي في الهواء خالص، بس انت اكبرته هنا عشان يعدي من الحته الفوقانيه دي كده ويمر بالحته دي كده وبعد كده يقفل المسار بتاعه هنا، اكبرته انت، فرضت عليه ان هو يمشي في هواء، فهو هيمشي بس في حته صغيره، هيمشي في الاير بس في حته صغيره. ماشي؟ مش هيمشي هنا، لو حتى هيمشي حاجه هنا تبقى حاجه بسيطه جدا. زي ما كده الطيار يحب يمشي في مقاومه كبيره ولا مقاومه صغيره؟ لا، الطيار بيحب يمشي في مقاومه صغيره. طب لو قدامه مقاومتين، واحده كبيره وواحده صغيره، بيعمل ايه؟ الغالبيه العظمى من الطيار بتمشي في الصغيره ونسبه كبيره منه بتمشي في الكبيره. احنا عندنا نفس الفكره بالظبط. انا كفلكس مش حابب امشي في الهواء ده خالص، حابب امشي في الحديد، في الحاجه الموصله للفلكس. فهيعمل ايه؟ غصب عنه هيمشي بس في السكه بتاعته شويه الهواء ايه؟ الصغيرين دول. والباقي بقى اللي على الشمال ده اللي هو اللي هنا ده كده كان بي اجنورد. تمام يا دكتور، شكرا. واضحه بالسؤال كويس. عندنا دانيال مجدي. خلاص يا دكتور، كان نفس السؤال. تمام كويس، انتوا ركزتوا في الحته دي وفهمتوها، لان تقريبا هي هتفرق، يعني هتخدمنا في كذا حاجه ثانيه. الناس اللي ركزت هو الفلكس مشي ليه هنا، وده انا عايزه على فكره. يعني ده ان شاء الله في اذن الله الدي سي ماشينز الاسبوع الجاي لما نيجي نشتغل فيها، واجي اشرح لك بقى الكلام ده على حاجه براكتيكال، انت دماغك هتبتدي تفهم هو ليه اصلا ادانا الكلام ده. فاهم قصدي؟ ان فعلا انا لو انا فلكس هنفض للهواء وامشي جوه الماتيريال الماجنتيك. طيب الماتيريال الماجنتيك دي غصب عني فرضت عليا يبقى في اير في النص، هعمل ايه؟ همشي جوه الاير ده مؤقتا كده، وبعد كده ارجع تاني امشي في الماجنتيك الماجنتيك ماتيريال بتاعتي. مهمه جدا يا جماعه الحته دي، بس كفيزيكال مينينج وكتخيل انت بس، انا ده انا عايزه اللي عايزه يوصل. اوكي طيب، في حد عنده استفسار تاني؟ هي محاضره خفيفه على فكره، المحاضره مش تقيله يعني، بس انا قاصد ان انا اركز على بعض الحاجات دي. طيب واضح ان الناس ما عندهاش تاني اسئله، هو فعلا احنا ما عندناش اسئله كتير. تعالوا نمر كده على شويه حاجات احنا كنا، انا عايز ادسكاس معاكم الحاجات دي، وبرده عايز احط لكم كونسبت، والكونسبت ده حتى لو انت مش فاهمه دلوقتي ان شاء الله هيسمع معاك المحاضرات الجايه، وان شاء الله في كورسات تانية هيسمع معاك، بس كويس انا هحاول اشرحها يعني على قد ما اقدر. المسائل بتجيلنا ازاي في الجزء ده؟ المسائل في الجزء ده اسهل مما انت تتخيل، ولكن بيبقى في نوعين. نوع انا بديك مساله بشكل مباشر، اقول لك ادي الاندكتنس بتاعتك، ادي عندك شكل. الشكل ده عباره عن ايه يا جماعه؟ عباره عن ماشين. الماشين دي بتتكون من جزئين اساسيين هنتكلم عليه برضو الاسبوع الجاي، حاجه اسمها ستيتور، معرفش انتوا سمعتوا الاسم ده ولا لا، بس ده جزء ثابت في المكنه، وحاجه اسمها روتور، جزء متحرك، وده بيبقى الجزء اللي انا بقدر، اللي بيلف جوه الماشين بتاعتي، اللي بقدر اخد منه الميكانيكال باور بتاعتي.
ما بين الاثنين دول في حاجه اسمها ارجاب، اللي انا غصب عني بوجدها عشان اسمح بايه؟ عشان اسمح الاول بالحركه، ان الروتور يقدر يتحرك ما يبقاش فيه فريكشن خلاص. والارجاب دي اللي بيحصل فيها اكستشينج ما بين الالكتريك انرجي والميكانيكال انرجي، يعني اللي بيحصل فيها الموضوع الانرجي كونفرجن، التحويل الطاقه نفسه من ميكانيكال لالكتريكال او من الكتريك للميكانيكال، لازم يبقى فيه وجود ارجاب عشان يعرف يضمن الاكستشينج ده. بالاضافه طبعا للسبب المنطقي جدا، الروتور عايز يتحرك فلازم اسيب له حيز يتحرك فيه. طيب ايه انت بتدينا الايكويشن عامله ازاي، بتدينا ايه في المسائل دي؟ بيديك انا الاندكتنس بتاعتك فانكشن في مين؟ فانكشن في الانجل اللي اسمها ثيتا، وهنا الانجل دي ومعرفها لك، خد كده حاجه كده زي الاكس اكسس كده، والزاويه اللي بيعملها الروتور بتاعي الاكسس اللي بيمر بالسنتر لاين، تمام؟ الزاويه دي هو مسميها ثيتا، وقال لك الثيتا بتاعتك دي هتبقى الفاريبل بتاعك، والاندكتنس فانكشن في الثيتا دي زي ما احنا شايفين كوزاين 2 ثيتا. وقال لك لما يكون الكرنت بتاعنا بيساوي 2 امبير، ومديك الفاريبلز ال نود او البارامترز ال نود وال 2، قال لك احسب لي اول حاجه عايزين نحسب الاندكتنس، وعايزين نحسب التورك بتساوي كام. فطبعا موضوع بسيط جدا جدا جدا، كل اللي انت هتعمله هتمسك الايكويشن بتاعت التورك وتعوض فيها تعويض مباشر. الكرنت عندك ب 2 امبير، هتعمل ديفرنشيشن للاندكتنس بالنسبه للثيتا وتعوض عنها تعويض مباشر، بمنتهى البساطه هيطلع لك التورك فانكشن في الزاويه ثيتا، مفيش اي مشكله خالص. ادي حاجه. الحاجه الثانيه وهي دي بقى اللي انا عايز اتكلم عليها، صعب لك شويه في الايكويشن وبقت، قال لك ان احنا لما حسبنا الاندكتنس، خد بالك انا مش مخليك احسب الاندكتنس خلاص، بديتها لك برضو فانكشن في كوزاين 2 ثيتا وساين 4 ثيتا هنا، ومديك البارامترز ومديك الكرنت ب 3.5، عوض برضو تعويض مباشر كويس، وهتطلع الايكويشن بتاعتك هتطلع برضو فانكشن في الثيتا، تمام؟ قال لك انا عايز اعمل بلوت للرسمه دي. فطبعا انت كراجل بتعمل عندك ايكويشن، هتعمل ايه؟ هتقول والله دي ايكويشن فانكشن في الثيتا بتاعتك، الثيتا بتاعتك من 0 لغايه 2 باي خلاص، وهتبتدي تاخد نقطه نقطه وترسم. انا هنا مش بسالك عشان ترسم، او مش طالب منك، مش بشرح معاك المثال ده عشان ترسم خالص. انا عايزك تتفرج، تتخيل انت كده دماغك تبتدي تعي ايه معنى ان انا اجيب لك تورك بالمنظر ده؟ ايه الفكره يعني؟ انت مديني تورك مره ب 0.05 اهي، وبعد كده بتنزل تقريبا نيجاتيف 0.15، بعد كده تاخد شكل ساينوسويدال بس هو مش ساينوسويدال، بعد كده تقلب تاني نيجاتيف وبعدين تطلع تاني بوزيتيف. ايه المنظر الغريب ده؟ هو في تورك في الدنيا منظرها هيبقى عامل كده؟ هل حد شاف المنظر ده قبل كده؟ ما اظنش. طب انا لو انا قدامي سيستم زي ده او موتور زي ده، هل التورك بتاعتي او الشافت بتاعي مره هيبقى عليه نيجاتيف تورك وبعد كده مره هيبقى عليه بوزيتيف تورك؟ طب هو ده كده هيتحرك مره بوزيتيف ومره نيجاتيف؟ هل انا متوقع ان هو هيتحرك؟ قال لي والله اللي يفصل في في الموضوع ده حاجه بقى احنا بنهتم بيها جدا، اسمها الافريج تورك او الار ام اس تورك. يمكن انا ما اتكلمتش عليهم انما بنشرحهم هنا. ايه الافريج تورك؟ قال لك لو انت شايف الويف فورم اللي قدامك دي، احسب لي الافريج بتاعها، تعرف ولا ما تعرفش؟ قال لي هعرف. هعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ واحد على 2 باي وتعمل تكامل و و و الى اخره. انا مش هطلب منك الصراحه الكلام ده، بس بالعقل كده وبالسنس الافريج كده تقريبا تقريبا ممكن يجي خط يبقى بالمنظر ده كده. الخط ده انت لما تيجي تبص عليه هتلاقي دايما ان الاريا اللي فوق دايما، تمام، فوق الخط ده بوزيتيف، وتحت الخط ده اريا نيجاتيف. دايما البوزيتيف هيبقى اكبر من نيجاتيف، ولا النيجاتيف هنا هيبقى اكبر من بوزيتيف؟ والله انا عندي الخط اللي انا رسمه ده بيديني اريا نيجاتيف، يبقى الاريا النيجاتيف اكبر من الاريا البوزيتيف، وبالتالي التورك الافريج هتطلع التورك دي نيجاتيف تورك. بس النيجاتيف تورك في اتجاه ثابت واتجاه محدد. معنى كده ايه؟ معنى كده ان انا الموتور بتاعي ده او الماشين بتاعتي دي هتلف في اتجاه ثابت، ولكن اللي هيحصل ايه؟ ان هتبقى التورك دي موجوده وعليها شويه هارمونكس، في شويه ساين وكوزاين. طب ما هو صح، ما انا عندي هنا فعلا كوزاين وعندي هنا ساين، وممكن لو انا استخدمت فورير اعرف اجيب الهارمونكس بتاعتي دي، او هي واضحه قدامي هي ال 2 ثيتا وال 4 ثيتا دي، هم لما يتجمعوا على بعض يعمل لي الشكل ده. ماشي هيبقى فيه هارمونكس، ماشي التورك مش احسن حاجه، ولكن ستيل التورك في اتجاه محدد ودايركشن محدد، وبالتالي انا
قادر ادور اللود بتاعي في اتجاه محدد. تمام؟ فدي كده كان الغرض من هنا، ان انا اشوف التورك اللي طلعت لي دي شكلها عامل ازاي، افهم ان في الميكانيكال سيستم ده او الالكتروميكانيكال سيستم ده ممكن تطلع لي التورك نون لينير، ممكن تطلع لي مش رقم، انت بالنسبه لك ده حاجه مش منطقيه، حاجه مش طبيعيه، انا عايز اشوف الموتور بتاعي بيلف في اتجاه واحد، واحنا طول عمرنا بنشوف المواتير بتلف في اتجاه واحد، بس هل ممكن يبقى فيه شويه اوسيليشنز؟ اه في، هيبقى فيه التورك فيها شويه اوسيليشنز هنا، هل الاوسيليشنز دي بقى تضرني تفيدني؟ طب اقللها ازودها؟ دي قصه ثانيه خالص. احنا لسه بنتكلم بس في الايه، في الحاجات البسيطه دي، هل عامل دامبنج للاوسيليشن؟ دي قصه ثانيه خالص 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 كمان. تمام، بس تفهم بس فكره الايه التورك بقى منظرها عامل كده ازاي. في مثال ثاني في الـ في الـ في الـ في المسائل دي بيتكلم برضو على نفس على نفس الكونسبت، بس بيدولك بالمالتي اكسايتد سيستم. هيفرق ايه يعني المالتي اكسايتد سيستم؟ كل اللي انت هتعمله هتغير في الايكويشن بتاعتك وتضيف الترم بتاع الميوتشوال اندكتنس. برضو انا مسهل لك الدنيا جدا، مديك السيلف اندكتنس بتاعت الكويل الاولاني والسيلف اندكتنس بتاعت الكويل الثاني والميوتشوال اندكتنس، دوم لك كلهم فانكشن في الثيتا بتاعتك، ومديك التيارات اي 1 واي 2 تخش تعوض تعويض مباشر، ما فيهمش اي مشكله. طب انا عايز اقول ايه؟ انا برضو اللي يهمني التعليق الجاي، انا جبت الفيلد التورك، سوري جبت التورك لقيتها فانكشن برضو في 2 ثيتا وفانكشن في ثيتا. طب ارسم، ارسم الشكل اللي ظهر قدامك ده، حد يعرف يقول لي التورك بتاعتنا هتبقى بوزيتيف هتبقى نيجاتيف ولا هيبقى شكلها عامل ازاي؟ زيرو. زيرو. انت عملت ايه؟ الافريج تورك بزيرو. ليه انت عملت كده؟ او ليه انت جالك السنس ده منين؟ انت راجل مهندس طبعا واخد على حسابات الافريج. لو انا جيت خدت الخط ده كده تمام، ولو حتى رحت بصيت بالحسابات هلاقي ان تقريبا بالنظر كده، يعني عشان اشرحها لكم بس، ان البوزيتيف اريا والنيجاتيف اريا متساويين، دي النيجاتيف على فكره ودي البوزيتيف، فدي هتكنسل الاريا النيجاتيف الكبيره دي، والصغيره دي برضو النيجاتيف قد الكبيره دي البوزيتيف. ده معناه ايه؟ حد متخيل كده ممكن يشوف ايه؟ يعني انت لو انت راجل واقف شغال قدامك موتور وده التورك بروفايل، انت هتبقى متوقع ايه؟ متوقع ان انا الموتور بتاعي بيلف، مش هيلفش هيتحرك، ده هتلاقيه عمال يزن كده، عمال يفايبريت حوالين نفسه، عمال عايز يلف يمين ويلف شمال، يلف عمال يلف يمين ويلف شمال، فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ مش هيبقى قادر ان هو يحرك اللود بتاعه او الحمل بتاعه في اتجاه معين، لان الريزلتنت التورك بتاعته هتساوي كام؟ هتساوي صفر، الافرج تورك عندنا هيساوي صفر. تمام؟ فده بس كونسبت انا بحاول احطه في دماغك، ان انت تفهم التورك دي معناها ايه اللي اتولدت. طبعا احنا لما انا حاجه اديك دي سي ماشين ان شاء الله الترم الثاني تاخد اندكشن موتور او سينكرونس موتور، يعني في الكورسات الثانيه، طبعا هو هيديك موتور شغال بيلف في اتجاه معين وكل حاجه جميله، بس انت لازم تبقى فاهم. طيب لو انا لعبت في الموتور ده شويه ايه اللي ممكن يحصل؟ لو في حاجه عطلت فيه ممكن ايه اللي يحصل؟ الموتور ما بيلفش. طب ما بيلفش كويس ليه؟ يعني ايه اللي ما بيخليهوش شغال؟ ما هو كلمه الموتور شغال يعني الافرج تورك، يعني في كهرباء واصله بس ما بيلفش. الله، طب ما معنى كده ان الافرج تورك بيساوي صفر. خلاص، طب ايه السبب؟ هل في سلكه بايظه؟ هل في وايندنج بايظه؟ هل انا وصلت بقى زي ما هتعرفوا ان شاء الله في الـ في الـ في الثري فيز وصلت فيزا مثلا مكان الثانيه، ولا في فيزا وقعت، ولا ايه اللي حصل بالظبط؟ فانت كمهندس بنحاول بس نديك الانسايتس شويه او الفكره الاساسيه اللي بتاعه التورك، يعني ايه ويعني ايه الموتور بيلف ويعني ايه شافت هيتحرك، قبل ما نخش معاك ان شاء الله في بقيه الماشينز. طيب ايه بقى اللي احنا مطلوب منك وايه اللي انت المفروض تعمله كمان شويه؟ النوع الثاني بقى من المسائل هو النوع الاصعب شويه، ان انت بتعمل ديريفيشن للاندكتنس وبعد كده تحسب التورك بنفسك انت. فانا بديك اديك شكل زي الشكل الجميل اللي قدامك ده. الشكل الجميل اللي قدامك ده بيقول لك ايه؟ ان انت معاك ماشين، والماشين دي فيها الماجنتيك سيركت اللي انت شايفها كويس، عندك حاجه اسمها ستيتور زي ما احنا قلنا، ده كده الستيتور بتاعنا، والستيتور ده الجسم الثابت في الماشين زي ما هنتكلم ان شاء الله كمان الاسبوع الجاي. في عندنا حاجه اسمها روتر، الروتر ده الجزء المتحرك. الروتور ده في ما بينه وبين الستاتور في حاجه اسمها اير جاب، زي ما انت شايف المنظر اللي قدامك ده، مديك حاجه راديوس هنا اسمه R1، وطبعا الشكل بتاع الروتور سيمتريكال، فبالتالي R1 زي ما انا بشاور عليها كده في برضو R1 من الناحيه الثانيه، ما هوش من يعني طول سيمتريكال او الراديوس بتاعنا سيمتريكال.
ومديك بيقول لك الشكل بتاعنا ده ممتد بعمق الشاشه كده داخل لجوه الصفحه بتاعتنا دي كده لجوه، يعني الشكل ده مطول لجوه للناس اللي هتحب تتخيل، وبيقول لك العمق بتاعنا اسمه اتش، تمام؟ جوه داخل عمودي على الصفحه، ممكن تتخيل ان هو داخل لجوه كده جوه الشاشه بتاعتك او طالع عليك طالع لبره، ايا كان بقى الايه التخيل بتاعك. عايز ايه هو؟ عايز يقول لك ان انا هعمل اقول ان البرميابيلتي بتاعت الستيل ده او الكور ده عاليه قوي، الميو عندي تمام عاليه جدا، فبالتالي الريلاكتنس بتاعته تقريبا صفر بالنسبه لمين؟ بالنسبه للريلاكتنس بتاعت الاير جاب دي. طب لسه كان زميلنا من شويه اللي كان عمال يسال يقول لي هو انت ليه قلت ان الفلكس هيمشي الخطوط بتاعته هتبقى بالمنظر ده؟ كان في واحد زميلنا من شويه بيسال في الموضوع ده، ليه يعني هيمشي في الـ في الـ في الـ في الحته دي بس؟ اه ما هو الفلكس هيمشي غصب عنه في الاير جاب مجبر، تمام؟ بس بقيه الاير جاب الكبيره دي مش هيمشي فيها. هنا برضو نفس الكلام، لو انت جيت بصيت نفس السؤال بالملي بس على حركه روتيشنال، هتلاقي الفلكس بيمشي فين؟ في الاير جاب برضو، في حته معينه فقط لا غير، تمام؟ انما في بقيه الاير اللي موجود الفلكس مش هيمشي، هو بس ماشي هنا عشان يطلع من الروتور يخش على الستيتور ويكمل الكلوزد باث بتاعه او المسار المغلق بتاعه اللي بيبقى بيمثل الماجنتيك سيركت، انما هو هيمشي في الحته الصغيره دي بس، تمام؟ فهيقطع الحته الصغيره دي بس، وبالتالي هي دي الحته الصغيره اللي هيبقى فيها ريلاكتنس بس، تمام؟ طب انت مطلوب من سيادتك ايه؟ مطلوب من سيادتك انا مغششك اهو الاجابه، انا مديك الفاينل انسر ما عندك فش مشكله، اي حد فيكم فتحها شاف. اطلع بقى الايه الايكويشن دي جت منين، الاندكتنس دي جت منين. طب هو انا الاندكتنس القانون بتاعها ايه عشان الناس اللي ممكن تكون نسيت؟ انا عندي الاندكتنس القانون بتاعها ال بتساوي ان سكويرد على الريلاكتنس، كويس كده، حلو جدا. الريلاكتنس بقى ار دي بتساوي ايه؟ قال لي دي هتساوي الطول بتاع المسار اللي مشي فيه الفلكس على الميو اللي هي البرميابيلتي اللي هي بتاعت الهواء هنا، عشان كده هي طالعه ميو نود، تمام؟ على الكروس سكشنال اريا اللي هي هيبقى اسمها ايه. شطارتك بقى ان انت تعمل ايه، تقول مين ال، تقول مين ايه، طبعا ميو هي ميو نود، وتعوض فيها تطلع الاندكتنس بتساوي كام. المفروض ان انت هتطلع لي الفاينل انسر. طب انا طالب منكم ايه بقى؟ معانا لغايه الساعه دلوقتي الساعه 7 تقريبا، معانا لغايه الساعه 8، اول خمسه فيكم هيبعتوا لي الاجابه صح هياخدوا درجتين بونص. طب هتبعتها لي ازاي؟ التيمز طبعا الوسيله الاساسيه، والوسيله الثانيه هي الايميل، والاحسن طبعا ان انت تحاول تبعتها لي على التيمز، بيبقى التواصل اسرع يعني، تمام؟ فاول خمسه هيحلوها ليهم درجتين، تمام؟ بس بشرط تبعتها لي قبل الساعة 8، بعد الساعة 8 أنا مش هقدر أديك الدرجتين بتوعك. تمام كده؟ طبعًا هنعمل ديسكشن تاني على الموضوع ده ونقول جت إزاي، ممكن في التوتوريال أو ممكن الأسبوع الجاي حتى لو حد محتاج يعني. إنما حاول اللي أنت فهمته بقى وطبقته أو فهمته، هو على فكرة نفس الكونسبت بالظبط اللي أنت فهمته في المثال ده، حاول تطبقه هنا. حتة بقى إيه؟ هندسة بقى، اللي يفرق هندسة عن أي حد تاني، الراجل بقى دماغ المهندس اللي هي فاهمه جيومتري شويه وفاهمه فراغ شويه وبيعرف يحسب الطول ازاي والارك ازاي ومش عارف، اديني غششتكم حته اهو من الحل، وتبتدوا ان انتوا تطلعوا الاندكتنس، وطبعا بعد كده تعرف تحسب التورك عن طريق التفاضل. طبعا التفاضل هيبقى كلام فارغ يعني. ماشي يا جماعه، في حد عنده اي سؤال؟ حضرتك بس يعني السؤال نفسه يبقى باين. ما انا مش هغششك، انا ممكن ارد على حاجه بعد الساعه 8، بس انا بس عايزكم تفكروا شويه، ومديكم ساعه كامله. راس السؤال بس يبان. انت عايز راس البي دي اف دي موجوده على الـ على الـ على التيمز، نزلها. تمام اوكي تمام. كل حاجه يا جماعه، صحيح نسيت اقول، كل حاجه دلوقتي موجوده على ال ام اس طبعا وتيمز، كل حاجه هتلاقوا ده وده موجودين، سواء كمحاضرات سواء كفيديو. الديسكشن دي احنا بنعملها ريكوردنج كل مره، فبالتالي تقدر ان انتوا ترجعوا لها في اي وقت وتسمعوها. هي بس التريك اللي فيها ان هي بعد 3 اسابيع بتكسباير تقريبا، فلو حد فيكم شاطر شويه يقدر ان هو يعملها داونلود وبعد كده يرجع يرفع يعملها ابلود تاني، بحيث ان هي تبقى معاكم لغايه الميد ترم والفاينل. ده هيبقى شيء متهيألي ظريف جدا، ويبعت لي اللينك وانا هحطه لكم تاني على ال ام اس. اي سؤال تاني؟ ها
قبل ما نسيبكم تتحاولوا في المسألة دي؟ طيب تمام يا جماعة، ده كده كانت نهاية الجزء بتاع الماجنتيك سيركت والإنرجي كونفرجن سيستم. إن شاء الله بإذن الله بداية من الأسبوع الجاي نبتدي بنخش في الكلام الجد التقيل شوية، هنخش ناخد أول ماشين الدي سي ماشينز إن شاء الله نكمل فيها كده لغاية الميد ترم مثلا ولا حاجة، وبعدين نخلص الدي سي ماشينز ونخش على الترانسفورمرز، وإن شاء الله نستفيد كلنا يعني من الـ من الـ من الكورس أقصى استفادة بإذن الله المرة الجاية بإذن الله. نشوفكم على خير، ومستني أول خمسة منكم إن شاء الله يطلعوا أو يعني يبعتوا لي الإجابات. شكراً.